لليوم العاشر والعامل في مؤسسات الحكومة من دون راتبه الشهري، تراكم الأخطاء والأساليب غير المدروسة في إدارة اقتصاد البلاد في المرحلة السابقة، عدم استثمار مقدرات العراق المالية بأسلوب صحيح، الفساد والسرقات، كلها أسباب تأخر تسليم المستحقات المالية للموظف العراقي. في حين عدم استلام الموظف راتبه الشهري تتأثر كل المنشآت الحيوية، وهذا طبعا يأثر على السوق. احنا شنو اللي يحرك السوق؟ هي هاي المليارات مالت الرواتب اللي تنضخ في الأسواق المحلية، اللي يريد يتسوق، اللي يريد يشتري، اللي يريد يصلح. آثارها انعكست سلبا على السوق العراقية، هذا السوق الذي يعتمد جزء كبير منه على ما تسلمه الحكومة للموظف من مرتب شهري، يساهم في تقوية النشاط التجاري ويسرع من عمليات البيع والشراء التي أصبحت اليوم في كساد كبير. والله يا ابن عمي، هي حتى بالشارع ما بقت مصداقية، لا ويا ابو المولدة ولا ويا العطار ويا الكل هذا. احنا حلقة واحدة مربوطة ويا اللوخ. يعني انا من اخذ التقاعد مالتي ولا اخذ الراتب مالتي حروح لي وين؟ اروح انطي لابو الغذائيه، اروح انطي لابو العطار، وابو المولده، وابو المولده يوم اثنين ثلاثه بالشهر ما جبت له فلوس المولده قام يطفي ويشغل عليك. من بغداد، محمد فراس، قناه التغيير.